السيده تيجي تشتكي ولا الدكتور بيحس حاجه ولا هيبان في السونار. ما تجيش تقولي لا يا دكتوره انا عملت سونار كفايه واكشفي عليا. لا، ما دي ما بتبانش غير في الماموجرام. صحيح. طب ايه بقى الظريف؟ ان ستيج زيرو دي اللي هي مرحله صفر لما بنكتشفها المريضه بتخف بنسبه 100%. 100% وهو سرطان. 100% هتخف. طب هو في سرطان في العالم بيخف 100%؟ ايوه. طب ما تيجوا نعمل بقى الماموجرام عشان لو هو احنا اكتشفنا حالات كتير جدا بالصدفه عندها ستيج زيرو بريست كانسر. اكتشفناها ازاي؟ اكتشفناها في الماموجرام. اوكي. فليه ما نعملهاش؟ بيتعمل ايه بقى ساعتها؟ مش لازم استئصال؟ لا بيستأصل. لا الثدي لا مش بيستأصل الثدي، بس المكان اللي فيه رشه الملح لازم يستأصل. اوكي. بيستأصل. ده حتى كمان بالمقارنه بالحاجات اللي هي العلاجيه البروسيجرز اللي هتيجي بعد اكتشاف لو ستيج زيرو مش هتاخد كيموثيرابي، مش هتاخد كيماوي. هي القصه بتبقى العمليه ده المين. بالظبط. هتاخد ايه تاني بقى على حسب بقى شويه كرايتيريا تانيه بتبقى عندنا. بالظبط. بس لو ستيج زيرو هي مش هتاخد كيموثيرابي. حلو. طيب تعالي نتكلم يا دكتور شويه عن الاعراض. احنا قلنا اللي هو الستيج زيرو الماموجرام هو اللي هيكشف، لكن بلاش ده بقى اللي هو ستيج زيرو، بعدها بشويه، لان مش كل الناس عندها الوعي ده اللي احنا عايزين نوصله باذن الله. ايه الاعراض؟ عندنا اعراض كتير لسرطان الثدي، انا دايما بتكلم عن اهمهم اللي السيده هتيجي فعلا تشتكي منه. اهم معرض لسرطان الثدي ظهور كالكوع في الثدي، كتله. الست تيجي تقول لي انا طلع لي كالكوع في صدري باللفظ كالكوع. ده اهم حاجه، فبالتالي ده مهم ان دايما تبقى ايدك في صدرك تفحصي نفسك. اكيد هنتكلم عن الفحص الذاتي. صحيح. طيب ان تظهر كالكوع في الثدي دي اهم عرض. ان تلاقي ان شكل الجلد بتاع الثدي اتغير. في شكل ايه؟ في شكل نغزه. تلاقي صدرك جلد صدرك دخل لجوه زي كده. ناس كتيره ما بتضحك بيبقى عندها نغزه داخله لجوه، ده معناه ايه؟ معناه ان في كالكوع جوه شدت الجلد. أوكي. خدت حته من الجلد دخلته جوه. ظهور نغزه ما كانتش موجوده قبل كده. ظهور نتوق زي كده. جلد صدرك فلات خالص وفي حته بقت بارزه نتوق. طلع معناه ان في كتله جوه زقت حته من جلد. ده اول الثدي. عرض ده كده تلات اعراض. كتله في الثدي، كتله، نتوق، او نغزه في الثدي، او جلد الصدر بقى شبه جلد البرتقانيه حبب وبقى خشن كده شويه نفس شكل جلد البرتقانيه بالظبط. الجلد بتاع الثدي او الحلمه ذات نفسها قشرت. اوكي. الحلمه بدات تلتهب وتقشر. اوكي. او نزول دم من الحلمه بتاعت الثدي، افراز مدمم. مدمم، ونحط تحت دم دي 100 خط. أوكي. يعني في سيدات كتير طبيعي في افراز بينزل من صدرها بيبقى لونه مثلا ابيض اصفر شفاف، مقبول في سيدات بينزل من صدرها الافرازات دي، بس لو دم ما ينفعش تهمليه، ما يتسابش ولا خالص ثانيه خالص. لو دم لازم تتجهي تكشفي فورا. اوكي. انا فاضل لي دقيقه بس لو حضرتك عايزه تقولي معلومه اضافيه او تجاوبيلي على السؤال اللي هو بيحصل التيومر ماركر او اللي هو دلالات الاورام. او دلالات الاورام هل هي ساين حقيقيه او علامه حقيقيه تعبر عن وجود كانسر او لا؟ لا. اوكي. لا تماما، دلالات الاورام ليست تشخيصيه. يعني ما انا مش قاعده سليمه كده بقول والله انا عايزه اروح اعمل تشيك اب على نفسي فانا هعمل دلالات اورام عشان اشوف انا عندي كانسر في جسمي ولا لا. معلومه خاطئه تماما وستيب غلط تماما، ما ينفعش نعملها ابدا. أيوة. لتشخيص سرطان في الجسم البني ادم مهما كان نوع السرطان. لا وجودها علامه ولا قلتها علامه. بالظبط، هي مش علامه خالص لوجود سرطان، دي احنا كدكاتره بنستعملها في الـ في الـ في الـ في البروجنوزز يعني في تشخيص. لا مش في التشخيص، مش في متابعه أوكي. السرطان. أوكي. هو اوريدي المريض ده عنده فاحنا بنعملها في متابعه في المتابعه. انما هي مش تشخيصيه، ودي حاجه مهمه جدا. ده سؤال حلو قوي من حضرتك ان هي حاجه غير تشخيصيه. الناس كتير ما نعتمدش عليها ولا ليها لازمه. أوكي. ما تقوليش انا هروح اعمل تشيك اب على نفسي فانا هعمل دلالات اورام. بالظبط. لا خالص. يعني طبعا اهو الكلام باين والتشخيص اظن اتعرف، واهم حاجه اهم حاجه زي ما دكتور نوف قالت لنا النهارده التشخيص المبكر. بالزبط. اي واحده فوق ال40 كم يوم عيد ميلادك ال40